انطلقت المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ابدا بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخارجي البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده بربط مبادره حياه كريمه بمشروع متكامل للصناعه وتنميه العنصر البشري وتوطين التنميه بما يضمن استدامه المبادره تسعى المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ابدا الى تحقيق ثلاثه اهداف اساسيه وهي توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.